السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ذهب ليخطب فتاة وأثناء الخلوة الشرعية سألته كم تحفظ من كتاب الله، فقال لا شيء غير أني أريد أن أكون عبدا صالحا، وأنت؟ قالت أحفظ جزء عامة، ووافقت على الارتباط به لما أحست بأنه إنسان صالح. وبعد الزواج طلبت منه أن تحفظ كتاب الله، قال لا بأس نتعاون سويا على حفظ كتاب الله، وحفظوا كتاب الله وأخذوا إجازة في ذلك. ثم ذهب الزوج إلى والد الزوجة وقال له ابنتك حفظت كتاب الله، فتعجب الرجل. ثم دخل إلى غرفة الابنة وجاء ببعض الأوراق وقال ابنتي تحفظ القرآن الكريم والكتب الستة قبل أن تتزوجك. سبحان الله العظيم، لم تحرجه بداية لقلة علمه، وعملت على أن يحفظ مثلما تحفظ لما أحست أنه إنسان صالح، ولم تكذب حينما قالت أنها تحفظ جزء عمه حينما لم تنفي حفظ ما سواه. يا ليت كل بنات المسلمين مثل هذه الزوجة، فإذا أردت زوجة في طهارة مريم فكن زوجا في عفة يوسف عليه السلام. ذهب ليخطب